لما كنت عمري 8 سنوات 9 سنوات والدي شخص بمرض السرطان خبيث، ادونا بعثة مرضية ورحنا هيوستن في امريكا، وعشان لا يكون وحيد في امريكا زوجته وخمسة من اولاده كلهم سافروا. فالسعودية تكفلت بكل شيء، تكفلوا بتعليمنا هناك. كانت المرحلة صعبة، لكن عندي دين للسعودية لا يمكن استرداد. هدوني 20 سنة زيادة مع أبويا. تعلمت انجليزي وانا عمري صغير. بعد تخرجي من الثانويه صارت البعثه اسهل علي شويه لانه اعرف لغه، لانه رحت بعثه مرضيه مع الوالد. احد الزملاء في ثانويه جده نبهني انه في برنامج اسمه برنامج موهبه نقدر نقدم ونشوف الطلاب الموهوبين. بدون ما يقول لنا قدم عن طريق الكمبيوتر وجات الموافقة. رحت صيفية برنامج موهبة في الرياض. لما راح هناك البرنامج هذا مخصص للطلاب ثالث ثانوي وهو أولى ثانوي. أتوقع هذا ساعدني بصقل موهبتي في البرمجة. كان أحد المسابقات على مستوى جدة برمجة الروبوت ليجو ماينستون، وحصلنا على المركز الثاني كثانوية على مستوى جدة، وهي كانت بداياتي بحب البرمجة بحب المجال هذا. أخوه إلياس سبقه للدراسة في أمريكا قبله بسنة، وكان مرتب أنه هو يلحقه بعد كده ويدرسوا مع بعض. كانوا مطلعين على الجامعات هناك، فهو التحق معه، ما كان شيء مفاجئ لينا صراحة.